بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين. موضوع هذه المحاضرة هي الاتجار بالبشر. الاتجار بالبشر هي أيضا جريمة خطيرة لأنها تنتهك آدمية الإنسان وكرامته، ويستغل من خلالها الجاني ظروف الهشاشة والفقر ومعاناة المجني عليه وافتقاده للأمان، ويتاجر فيه ويتربح على حسابه. هذه الجريمة نظمها المشرع المغربي بمقتضى القانون 2714 المتعلق بالاتجار بالبشر، الذي تمم بمقتضى المادة الأولى منه القانون الجنائي، حيث أضاف الفرع السادس إلى الباب السابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث، وذلك بمقتضى الفصول 448-1 و448-14. أضحت جريمة الاتجار بالبشر جريمة خطيرة تؤرق المجتمع الدولي، وأصبحت ظاهرة أو جريمة دولية تهدد كل الدول. المحاور التي سنتطرق إليها في هذه المحاضرة هي تعريف جريمة الاتجار بالبشر، خصائص جريمة الاتجار بالبشر، أركان جريمة الاتجار بالبشر، الظروف المشددة في جريمة الاتجار بالبشر، ثم الأعذار المعفية في جريمة الاتجار بالبشر. فيما يتعلق بجريمة الاتجار بالبشر، فقد عرفها المشرع الجنائي المغربي في الفصل 448-1 حيث جاء فيه: المقصود بالاتجار بالبشر هي تجنيد أو استدراج أو نقل أو تنقيل أو استقبال أو إيواء الشخص من أجل الوسائل التي حددها القانون. هذه الوسائل منها وسائل قسرية كالإكراه، أو مثلا التهديد، أو وسائل غير قسرية كما هو بالنسبة للخداع أو الاحتيال أو استغلال السلطة قصد استغلال هذا الشخص. إذا هذا هو تعريف القانون أو التعريف الذي جاء في الفصل 448 عند الفقرة الأولى في الفصل 448 مجموعة القانون الجنائي. من خصائص هذه الجريمة هي أنها جريمة منظمة. لماذا؟ لأن هذه الجريمة تقوم بها شبكات إجرامية دولية، وتدر أرباح وتحقق أرباح كثيرة تقدر بمليارات الدولارات من خلال الاتجار بالبشر. وأضحت هذه الأرباح، أرباح هذه الجريمة تنافس جرائم أخرى، أصبحت تحتل المرتبة الثالثة بعد جريمة السلاح وبعد الاتجار في السلاح وأيضا المخدرات. على أنه هذا لا يمنع من ارتكاب الجريمة بواسطة شخص واحد، أو أن ترتكب الجريمة من طرف، أو أن تمارس وأن يكون الضحية شخص واحد، غير أن ارتكاب الجريمة من طرف العصابة المنظمة يعتبر دفعا لضرب شديد الجريمة. وأيضا إذا ارتكبت الجريمة ضد أشخاص متعددين فإن هذا أيضا يعتبر من الظروف التي تشدد الجريمة. الجريمة أيضا من خصائصها هي أنها مركبة، وطبيعة الحال معنى جريمة مركبة معنى أن الركن المادي يتكون من مجموعة من الأفعال الإجرامية ويقابلها جريمة بسيطة. مثلا بالنسبة لجريمة السرقة تعتبر جريمة بسيطة. لماذا؟ لأن الركن المادي لهذه الجريمة يتحقق من خلال اختلاس مال مملوك للغير، تالي القيام بفعل إجرامي واحد، في حين أن جريمة الاتجار بالبشر فالجريمة تعتبر مركبة. لماذا؟ لأن الجاني يقوم بنقل الأشخاص أو استدراجهم أو تنقيلهم أو استقبالهم بوسائل حددها القانون. هذه الوسائل قد تكون قسرية أو تكون غير قسرية قصد استغلالهم، وبالتالي فكل فعل من هذه الأفعال يشكل جريمة في حد ذاته، بالتالي فهذه الجريمة هي جريمة مركبة. كذلك من خصائص جريمة الاتجار بالبشر لأنها جريمة مستمرة. لماذا؟ لأن العنصر الزمن جوهري في هذه الجريمة، ففعل النقل أو التنقيل أو استدراج الضحية أو تجنيد الضحية إلى غير ذلك، وهذا التجنيد بطبيعة الحال يتم بوسائل قسرية أو غير قسرية، كل هذه المسائل تحتاج إلى وقت قصد الاستغلال. أيضا كل هذه المسائل تحتاج إلى وقت، بالتالي فعنصر الزمن هو عنصر جوهري في جريمة الاتجار بالبشر. أيضا من خصائص جريمة الاتجار بالبشر أن موضوعها هو الإنسان. دائما المجني عليه والضحية في جرائم الاتجار بالبشر
هو أشخاص ذات يوم. وقد ورد التنصيص على ذلك في مجموعة من النصوص في مجموعة القانون الجنائي، وأيضا جاء في الفقرة الثانية من الفصل 442 سعود مجموعة القانون الجنائي أنه يقصد بضحية التجارة البشر كل شخص ذاتي. بالتالي فالضحية دائما يكون شخص ذاتي، في حين أن الجاري قد يكون شخصا ذاتيا وقد يكون شخصا معنويا. أيضا من خصائص جريمة التجارة البشر لأنها جريمة عمدية، وحينما نقول جريمة عمدية فهذه الجريمة تتطلب توفر القصد الجنائي لدى الفاعل، والقصد الجنائي يتكون من عنصر أساسي، عنصر الإرادة ثم عنصر العلم. غير أنه ما يميز جريمة التجارة البشر هي أنها لا تكتفي فقط بأن يكون هناك وجود توفر القصد العام، وإنما ينبغي أن يتوفر كذلك القصد الخاص، والقصد الخاص جوهري في جريمة التجارة البشر. لماذا؟ لأن الغاية من القيام بهذه الأعمال الإجرامية هي التربح، وهي استغلال وتحقيق الأرباح على حساب الضحايا من خلال استغلالهم في مختلف أشكال استغلال المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من فصل 441 من مجموعة القانون الجنائي. ونخلص إلى الخاصية الأخيرة من خصائص جريمة التجارة البشر، وهي أنها جريمة تهدف إلى تحقيق الربح. بالتالي فدائما الجناة حينما يرتكبون هذه الجريمة ويستغلون الضحايا سواء بشكل مباشر أو عن طريق وساطة في هذه الأعمال، فالغاية في هذا الحال تكون هي تحقيق الربح. وكما ذكرت فإن عائدات هذه الجريمة أصبحت تحت المرتبة الثالثة بعد تجارة السلاح وأيضا المخدرات. ننتقل الآن إلى أركان جريمة الاتجار البشر. طبعا حال أي جريمة لا بد من توفر ثلاث أركان أساسية: الركن القانوني للجريمة، ثم الركن المادي للجريمة، والركن المعنوي للجريمة. الركن القانوني للجريمة بطبيعة الحال مفترض، فهذه الجريمة منصوص عليها بمقتضى القانون 17/14 الذي تمم بمقتضى مادته الأولى مجموعة القانون الجنائي. فيما يتعلق بالركن المادي للجريمة، هذه الجريمة تتطلب وجوب صدور فعل إجرامي من الفاعل، وهذا الفعل الإجرامي قد يكون مثلا هو استدراج الضحية أو تجنيد الضحية أو نقل الضحية أو تنقيلها أو استقبال أو الإيواء. إذا ينبغي أن تتحقق صورة من هذه الصور. فبالنسبة للتجنيد معناه تطوير الضحية واستخدامها كسلعة قصد استغلالها والتربح على حسابها. فيما يتعلق بالاستدراج معناه السيطرة على إرادة هذه الضحية قصد استغلالها أيضا. فيما يتعلق بالنقل معنى نقل الضحية من مكان إلى مكان قصد الاستغلال. تنقيل الضحية معنى نقل الملكية من شخص إلى شخص. بطبيعة الحال هذا يتنافى مع كرامة وأدب الإنسان، لأن يعني الإنسان غير القادر بالتملك، الأشياء وحدها هي القادرة بالتملك وليس الأشياء. الإيواء معناه توفير مكان للمبيت وإقامة هذه الضحية سواء كان منزل أو كان مقر العمل. أيضا استقبال الضحية معنى استقبال الضحية الاستماع لها وبطبيعة الحال تذليل الصعوبات، والغرض بطبيعة الحال هو استغلال قوة الوساطة في ذلك، الوساطة وتقل بطبيعة الحال الأرباح التي يحققها الوسطاء في هذا الشأن، هي أرباح طائلة وكبيرة جدا بحيث أنهم يتوسطون يقومون بأعمال الوساطة بين الضحايا وبين الجنات. هذه الصور ينبغي أن ترتكب برفقا أو عن طريق إحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 441. هذه الوسائل تنقسم إلى وسائل قسرية مثلا كالكراه الضحية أو التهديد إلى غير ذلك، ويمكن أن يتم ذلك بوسائل غير قسرية مثلا كالاحتيال أو خداع الضحية أو مثلا استغلال السلطة
مباشرة على هذه من أجل استغلال هذه الضحية، غير أنه إذا كانت الضحية قاصر ما أقل من 18 سنة فإن المشرع قال بأنه لا يشترط توفر هذه الوسائل إذا تعلق الأمر بالقاصر طالما أن قصد الاستغلال متوفر لدى الجاني. الركن الآخر في أو العنصر الآخر في جريمة التجارة بالركن المادي المكون لجريمة التجارة البشر هي النتيجة الإجرامية. النتيجة الإجرامية تبعت لها الحد ذاتها مسبقا المشرع المغربي وقال بأن الغاية أو أن تكون غاية الجاني هي الاستغلال، بالتالي الاستغلال هو النتيجة الإجرامية من المبتغات من خلال جريمة التجارة بالبشر. والاستغلال يعني القانون الجنائي الفقرة الثالثة فإنه يتحقق بمختلف أنواع الاستغلال، فقد يكون الاستغلال الجنسي، قد يكون الاستغلال في العمل مثلا العمل القسري، قد يكون مثلا الإجبار على التسول أو مثلا السهرة أو نزع الأعضاء والأنسجة، أو مثلا قد يكون مثلا في استغلاله مثلا في الحروب وفي النزاعات المسلحة. غير أنه ونظرا لأن جريمة التجارة البشر هي جريمة من جرائم الخطر لا ينبغي ولا يفترض ولا يشترط أن تتحقق النتيجة الإجرامية في جميع الأحوال، فذلك إهمالا لما جاء في الفصل 440 من مجموعة القانون الجنائي في الفقرة الثانية، بحيث أن المشرع قال أنه حينما يتعلق الأمر مثلا بالقاصر لم يستلزم توفر هذه الوسائل وإنما قال يكفي أن يتوفر قصد الاستغلال، وبالتالي فحتى وإن لم تكن هناك استغلال فإن الجريمة تبقى قائمة لأن هذه الجريمة خطيرة وتعرض المجتمع للخطر وهي من جرائم الخطر. العلاقة السببية طبعاً وهي العلاقة بين الفعل الإجرامي والنتيجة الإجرامية، بالتالي فإذا تحقق عنصر الاستغلال ينبغي أن تكون هناك علاقة سببية بين النشاط الإجرامي الذي أقدم عليه الجريم وبين النتيجة الإجرامية، والعلاقة السببية بطبيعة الحال تستقل بتقديرها الموضوع هي التي تقدر هل العلاقة السببية موجودة أو منتفية ويتعين عليها أن تعلم لتمكين محكمة النقد من قصد عرقلتها. ننتقل الآن إلى الركن المعنوي في جريمة التجارة البشر. جريمة التجارة البشر هي جريمة عمدية، وحينما نقول جريمة عمدية ينبغي أن يتوفر القصد الجنائي في هذه الجريمة. والقصد الجنائي في جريمة التجارة البشر يتكون من عنصرين، من الإرادة، معنى إرادة إتيان أفعال إجرامية، وإرادة إتيان سلوك إجرامي المنصوص عليه في فصل 442 من مجموعة القانون الجنائي، مع العلم بأن هذا الفعل معاقب عليه ويشكل عناصر طبعا الحال التي تشكل جريمة التجارة بالبشر. بالتالي معنى ذلك أن يعلم بحقيقة الواقعة من ناحية القانونية والواقعية، غير أنه لا يكفي فقط أن يتوفر القصد العام في جريمة التجارة البشر وإنما ينبغي أن يتوفر إلى جانب ذلك القصد الخاص. والقصد الخاص في جريمة التجارة البشر معناه أن تكون نية الاستغلال متوفرة لدى الجاني، استغلال طبعا الحال بمختلف أشكاله سواء كان الاستغلال الجنسي أو الاستغلال مثلا عن طريق السخرة أو مثلا في التسول أو نزع الأعضاء والأنسجة أو مثلا في النزاعات المسلحة إلى غير ذلك من صور الاستغلال. ننتقل الآن إلى العقوبة المقررة. العقوبة المقررة بطبيعة الحال لجريمة التجارة البشر، أولا جريمة التجارة البشر هي جناية، حينما تتوفر هذه العناصر فوصف القانوني مع النموذج القانوني للجريمة هو جناية، اعتبرها المشرع جناية، وإذا لم تتوفر ظروف مشددة لهذه الجريمة فإن العقوبة بطبيعة الحال هي السجن من 5 إلى 10 سنوات وغرامة من 10,000 إلى 50,000 درهم. غير أنه إذا توفرت ظروف تشديد في هذه الجريمة فإنها ترفع العقوبة. طبعا الحال الوصف الجنائي لن يتغير لأن الأمر يتعلق بجناية، غير أن العقوبة هي التي ترفع. وهذه ظروف تشديد من طبيعة الحال هي ظروف حددها المشرع
في القانون ويتعين رفع العقوبة في حالة توفرها، وقد انتقد حال ملزم برفع العقوبة في حالة توفر هذه الظروف. هذه الظروف منها ما يتعلق مثلا بظروف ارتكاب الجريمة أو درجة خطورة المجرم. إذن هذه الظروف يمكن أن نميز فيها بين الظروف الشخصية والظروف العينية. فيما يتعلق مثلا بالظروف الشخصية، الظروف الشخصية منصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي في الفصل 448 أضعى، والعقوبة المقررة هي السجن من 20 إلى 30 سنة وغرامة من 200 ألف إلى 2 مليون درهم. والمشرع بطبيعة الحال رفع العقوبة إذا توفرت الظروف التالية، وفي الحالات التالية هناك ظروف تتعلق بالجاني، وهناك ظروف تتعلق بالمجني عليه، وهناك ظروف تتعلق بالسير. فيما يتعلق بالجاني فإن المشرع قرر رفع العقوبة إذا كان الجاني زوجا للضحية، أو إذا كان أبا لها، أو إذا كان كافل، أو إذا كان وصيا عليها. تالي فالمشرع هنا قرر رفع العقوبة من واحدة العقوبة من 20 إلى 30 سنة وغرامة من 200 ألف إلى 2 مليون درهم. وهناك أيضا ظرف آخر شخصي يتعلق بالسن المجني عليه، فإذا كان سن الضحية أقل من 18 سنة فإنه تطبق أيضا هذه العقوبة. وأيضا هناك ظرف آخر راعي فيه المشرع وضعية المجني عليه، مثلا كبر السن، أو مثلا مرض أو إصابتها، مثلا أن تكون مصاب مثلا بإعاقة إلى غير ذلك. فالمشرع أيضا في هذه الحالة قرر أيضا رفع العقوبة. إذن هذه لستة الظروف الشخصية التي تفرع العقوبة في جريمة الاتجار البشري. فيما يتعلق بالظروف العينية التي تفرع العقوبة في جريمة الاتجار البشري، هذه الظروف منصوص عليها في الفصل 443-3، والعقوبة المحددة هي السجن من 10 إلى 20 سنة وغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم. بطبيعة الحال هذه الحالة تتعلق مثلا بكيفية ارتكاب الجريمة، أو حالة مثلا الوسائل المرتكبة. فمثلا إذا كان هناك تعدد الجنات، أو إذا ارتكبت الجريمة على ضحايا متعددين، أو إذا كان مثلا الجاني حاملا بالسلاح، إذا كان هناك تهديد للضحية بمختلف أشكال التهديد، فإن المشرع قرر رفع العقوبة في هذه الحالة. أو أيضا باعتبار النتائج المترتبة عن الجريمة، إذا أصيبت مثلا الضحية مثلا بعاهة مستديمة، أو إذا أصيبت مثلا بمرض عضال نفسي أو عقلي أو عضال، في هذه الحالة فإن المشرع قرر أيضا رفع العقوبة. رفع العقوبة في هذه الحالة أيضا حمل السلاح كما ذكرت. ننتقل الآن إلى الأعذار القانونية، والأعذار القانونية في جريمة الاتجار البشري. والأعذار القانونية هي حالة حددها المشرع يترتب عليها مع قيام المسؤولية وثبوت الجريمة أن يعفى المجرم من العقاب إذا كانت معفية، أو أن تخفض العقوبة إذا كانت هذه الظروف منخفضة. بالنسبة للظروف المعفية نص عليها المشرع في الفصل 448-12 من مجموعة القانون الجنائي، فإذا بادر الجاني إلى إبلاغ السلطات قبل ارتكاب الجريمة أو الشروع فيها أو حال دون إتمامها، فإنه يتمتع بالعذر المعفي للعقاب. غير أنه إذا قام بالتبليغ بعد ارتكاب الجريمة، وطبعاً الحال مكن السلطات من القبض على باقي الجنات أثناء التحقيق، فإن المحكمة تبقى لها سلطة تقديرية إما تمتعه بالعذر المعفي أو تقرر تخفيض العقوبة. بالتالي فالعذر المعفي يستفيد منه الجاني في الحالة التي يبلغ فيها السلطات قبل ارتكاب الجريمة أو الشروع فيها، أو أن يحول دون إتمامها، هذه الحالة يستفيد من العذر المعفي. والعذر المخفض للعقوبة يكون في الحالة التي يبادر فيها الجاني إلى إبلاغ السلطات بعد ارتكاب
هذه الجريمة ويمكنوا المحكمة ويمكن السلطة سن إلقاء القبض على باقي الجنات في هذه الحالة. يمكن للمحكمة أن تمتعه بالعذر المعفي للعقوبة ويمكنها أن تخفض العقوبة. تاريخ هذه المسألة هذه يمكن أن يستفيد من العذر المعفي ويمكن أن يستفيد من تخفيض العقوبة بشرط أن لا يترتب على ذلك وفاية الضحية أو إصابتها بعاهة مثلا أو بمرض عضال إلى غير ذلك. هناك أيضا عذر آخر معفي للعقوبة وهي الحالة التي يكون فيها مثلا الممتنع عن التبليغ عن جريمة الاتجار بالبشر رغم العلم بها زوجا للجاني أو أصلا له أو فرعا له. فالمجتمع طبعا الحال اعتبر جريمة اعتبر الامتناع عن التبليغ عن جريمة الاتجار بالبشر بعد العلم بها اعتبره جريمة. غير أن إذا كان الممتنع عن التبليغ زوجا أو مثلا فرعا أو أصلا فإنه يمكن أن يستفيد من الإعفاء من العقوبة. ننتقل الآن إلى مسؤولية الشخص المعنوي في جريمة الاتجار بالبشر. بالنسبة للشخص المعنوي في جريمة الاتجار بالبشر فمجتمع بطبيعة الحال قرر عقوبة غرامة من مليون إلى 10 ملايين درهم في حق الشخص المعنوي. بطبيعة الحال هذا بغض النظر عن العقوبات التي يمكن أن تطبق على الشخص الذي يدينه وهذه الغرامة يمكن أيضا أن تتمم بعقوبة إضافية وهي حل الشخص المعنوي علاوة على بعض التدابير العينية التي تتخذ في هذا الباب وهي مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة وأيضا إغلاق المحل. ننتقل الآن إلى المحاولة. المشرع بطبيعة الحال قال بأن المحاولة في جريمة الاتجار بالبشر يعاقب عليها بالعقوبة المقررة للجريمة التامة. ودائما في إطار الحديث عن الجرائم المرتكبة فإذا كانت جريمة الاتجار بالبشر هي جناية إذا تحققت العناصر التكوينية للجريمة مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف العقوبة والتفرقة بين الحالة التي ترتكب فيها الجريمة دون أن تكون مقرونة بدور التشديد أو الحالة التي تكون فيها الجريمة مقرونة بدور التشديد فهناك أيضا بعض الجنح نص عليها القانون 27/14. من بين هذه الجنح التأديبية هي الجنحة المقررة حينما يتم تعريض الشاهد أو الضحية للخطر. أيضا هناك جنحة في حالة الامتناع عن التبليغ عن هذه الجريمة على الرغم من العلم بها. أيضا هناك عقوبة تقرر وتأخذ وصف جنحة تأديبية في حالة الاستفادة من خدمات الشخص بطبيعة الحال من حيث الاتجار بالبشر مع العلم بذلك. إذا هذه هي ما يتعلق بجريمة الاتجار بالبشر.